السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم معلمي وموجهي التعليم الفني بالعاملين بالمدارس المطبق بها منهجية الجدارات Technical Education 2.0. أهلا بكم في الحلقة الثالثة الإسرائيلية لمنظومة الجدارات المهنية ولائحة التقييم والتحقق. معكم الدكتور السيد حامد، مدير وحدة الجودة بقطاع التعليم الفني بديوان الوزارة. احنا اتكلمنا قبل كده عن تعريفات خاصة بمنهجية الجدارات، واتكلمنا عن الإطار العام للبرنامج في الحلقات اللي قبل كده، واتكلمنا عن التقييم المبني على منهجية الجدارات، وإن شاء الله في الحلقة دي هنتكلم على التقييم في ضوء لائحة التقييم والتحقق. لائحة التقييم والتحقق بصراحة تم إعدادها من قبل خبراء وقيادات التعليم الفني بالوزارة، وتم اعتمادها من السيد وزير التربية والتعليم، عشان احنا كلنا في المنهجية شغالين وفق اللائحة دي. اللائحة دي بتتضمن مجموعة من المواد، هنتكلم عن المواد الخاصة بأعمال التقييم والأعمال التحقق الداخلي وأعمال التحقق الخارجي. هنبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. أول حاجة نظام التقدم الطالب. طالب في منهجية الجدارات إما يجي يتقدم ظروفه إيه؟ يعني نظامه هيتنقل للسنة اللي بعدها إزاي؟ أو يعني ده كل التفاصيل هنيجي نبص مع بعضينا نشوف أول مادة اللي هي خاصة بتقدم الطالب. أول حاجة لو جينا بصينا مع بعض إن الإطار العام للبرنامج لوحدات الجدارات ديت بيتضمنها اللي هي اللائحة، إن هو بيحتوي الإطار على مجموعة الوحدات، وإحنا شرحنا الوحدات ديت وتوزيعها على كل فصل دراسي والساعات بتاعتها. طبعًا عشان الولد يتنقل من سنة دراسية لسنة دراسية أخرى في مجموعة من الشروط لازم هي تتوفرها. أول حاجة من اللي هي الشروط دي لازم الولد أو الطالب ينجح في تحقيق المخرجات التعلم. لازم بالنسبة لنا إن هو يحقق مخرجات التعلم بوحدات الجدارات المخصصة للسنة الدراسية. تاني حاجة، طيب هنفترض إن الولد ما كملش عمليات التقييم، لأن بعد كده هنتكلم عن إن الولد افرض مثلا حصل في أي إن هو ما اكتسبش مخرج المخرجات، ده هيكون ظروفه إيه؟ طب في حالة عدم اكتمال عملية إعادة التقييم بوحدات الجدارات لازم ينهيها في الفصل الدراسي الأول. طبعا هيكون في الفصل الدراسي الأول في برنامج علاجي، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني في برنامج علاجي، بحيث إن يقدر الولد إن هو يكمل جميع المتطلبات الوحدات في ينهيها في الفصل الدراسي الأول وفي الفصل الدراسي الثاني. طيب في حالة كمان، طب هنفترض الولد ما حققش المخرجات في نهاية الفصل الدراسي الأول، يبقى نيجي في الترم الثاني لفرصة كمان اللي هو في نهاية الفصل الدراسي يكملها، حتى لما يوصل لمرحلة اللي هي الدبلوم برضو لازم ينهيها في نهاية الفصل الدراسي الثاني النهائي، لازم يكون على الأقل يكون خلص جميع المخرجات. طيب في حالة بقى عدم اجتياز الطالب لأكثر من وحدتين، احنا عندنا البرنامج قلنا عبارة عن مجموعة من الوحدات، أكتر من وحدتين يعتبر الطالب هنا راسب، أكتر من وحدتين يعتبر الطالب راسب، إنما لو وحدتين ده من حقه إن هو ليه فرصة تانية وليه فرصة تالتة اللي هو بيتم عملية إعادة تقييم فيهم، وهنتكلم عنهم في مادة خاصة بيها اللي هي عملية انتقال الطالب. تقدم الطالب، العملية مستمرة لإعادة تقييم الطالب زي ما احنا قلنا في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ده بالنسبة للدبلوم. للحصول على شهادة الدبلوم يكون لدى الطلاب فترة 3 سنوات لإكمال تقييمات الوحدات، دي خاصة بالمادة برضو. الطلاب الذين أخفقوا في إكمال جميع الوحدات المكونة للبرنامج بنجاح طبعا هيتم منحهم إفادة بتوضح وحدات الجدارات التي أكملوها بنجاح، ودي برضو هنتكلم عنها في مادة خاصة بها اللي هي خاصة بالشهادة اللي بيحصل عليها الطالب. في شهادة خاصة تكون بالدرجات للتنسيق، وفي شهادة هتكون خاصة باللي هي الجدارات اللي هو أكملها. إدارة التقييم الداخلي بقى والسجلات ومتابعة الأعمال،
طبعا دي بتتم في سجلات اللي هي خاصة بملفات الإنجاز بقى، والسجلات وأوراق الملاحظة، بروتوكولات الملاحظة وقوائم المراجعة ودليل التساؤل والاختبارات. دي لازم بيتم عملية توقيعها ضروري جدا من المقيم والمحقق الداخلي بالتواريخ، وبيتم تخزينها بشكل آمن مع أدلة الطلاب. وقلنا هيكون في غرفة أو إدارة خاصة بإدارة التقييم والتحقق في المدرسة، ولها تشكيل بيعينه مدير المدرسة. الغرفة ديت أو اللي فيها الأدلة وفيها الملفات دي كلها بيتم أخذ العينات منها ليتم عمل أعمال التحقق الداخلي. طبعا الناس هتقول لي طب احنا هنوقع على كل الأوراق ديت؟ لا، المحقق الداخلي ليه نسبة معينة احنا هنتكلم عنها اللي هو بيختارها هي اللي بيتم التوقيع عليها. اما بالنسبه للسجلات طبعا دي لازم من خلال المقيم بيكون بيتم مع المحقق الداخلي بيتم ايه التوقيع عليها. اما بالنسبه للمحقق الخارجي ليه اختيار ليه عينه، والمحقق الداخلي ليه اختيار ايه عينه. العينه اللي هو بيختارها هو اللي بيمضي عليها ايه بس. حاجه كمان قلنا، طيب المعلم، هل المعلم هيفضل رايح جايب الملفات شايلها والسجلات؟ قلنا هو بيحتفظ بنسخه بس من السجل الخاص الشيت اللي هو فيه درجات الطالب، اما بقيه الاوراق كلها دي بيتم تسليمها للجنه التقييم والتحقق الموجوده بالمدرسه. طيب اللجنه دي بقى مين اللي بيشكلها؟ ده بيتم تشكيلها من قبل مدير اداره المدرسه. بيرشح احد وكلاء المدرسه هو رئيس ليها، عضو من اعضاء هيئه التدريس، اتنين من العاملين او الاداريين بالمدرسه. يعني ايه؟ دول هيقوموا باعمال الاداريه للملفات وتجميعها بمعدل، مثلا لو المدرسه 500 طالب هيكون ليهم ايه اداري، ده اتنين من العاملين او الاداريين بالمدرسه بمعدل واحد لكل 500 طالب. لجنه بقى التقييم والتحقق الموجوده بالمدرسه، ايه هي ادوارها وعلاقتها بالمدرسه؟ اهم دور من ادوارها أول حاجة تسجيل التقييمات المستمرة للطلاب وفقا للجدارات المحددة. يبقى كل التقييمات هم بيسجلوها، طبعا بيتم تسجيلها زي ما احنا شايفين في ملفات، بتسجيلها على أجهزة الكمبيوتر الأسطوانة دي. زي بالظبط الغرفة دي عاملة زي غرفة الكنترول. طيب استلام الملفات الأدلة بعد تقييمها والتحقق منها داخليا من قبل المقيمين، وطبعا دي بتتم تخزينها بشكل امن، وقلنا طرق حفظ الملفات دي سواء كانت ورقيه او الكترونيه او فلاشه. طبعا الغرفه دي بيتم اتاحه ملفات الانجاز لاغراض التحقق الداخلي والخارجي، دي متاحه. يعني بيجي المحقق الخارجي اما يجي يختار اثناء زياره التحقق الخارجي بيختار عينه، ده لازم تكون متاحه للغرفه، بيتم اختيار جميع العينه بتاعته وهنتكلم عن النسب بتاعتها ان شاء الله. يبقى الغرفة دي بتكون متاحة لأعمال التحقق الداخلي بحيث يبدأ يختاروا الايه العين. طبعا ليها شروط بعملية ترتيب الغرفة دي، في زملاء مشكورين صنفوها وفق البرامج بألوان، يعني مثلا كل برنامج لون او كل صف من الصفوف لون، الملف ده بيكون ليه شكل وطبيعة معينة وهنتكلم ايه عنه ان شاء الله. ملف الانجاز اللي احنا قلنا ايه هنتكلم عنه، شكل ملف الانجاز ده ايه او اشكاله؟ طبعا ملف الانجاز ده عباره، او اي ملف في العموم عباره عن ملف ذات حلقات، وهو بيحتوي على مجموعه من الاوراق. الملف ده بيكون ليه غلاف وليه فهرس، ده بالنسبه للملف الورقي. اما على نفس الشكل ممكن بنحوله الى ملف الكتروني بيتم تخزينه على السي دي او الفلاشه او الهارد ديسك للكمبيوتر. ملف الانجاز باختصار ده ملف شخصي لكل طالب، وده احنا بنقول ان هو بيعتبر السي في للطالب، لان بعد نهاية السنة الثالثة الطالب بيحصل على الملف ده، لان هو من خلاله بيقدر بقى يشتغل في سوق العمل. ده بيقول لسوق العمل يا جماعة انا المهارات بتاعتي واحد واثنين وثلاثة اهو، انا كويس، انا اكتسبت في الكلام ده. فده يعتبر السي في للخريج التعليم الفني في المنظومة الجديدة. طيب بيتم الاحتفاظ طبعا به طول فترة البرنامج داخل المدرسة كأنشطة بقى بيحتوي على الأدلة، بطاقات الملاحظة، قوائم الفحص، على الصور، على فيديوهات، على كل حاجة. بيتم مراجعة
مراجعة الملف ده في أي وقت من قبل الطالب والمقيم الداخلي. ممكن الطالب يكون حصل على دورة تدريبية في أي مكان بيحط الشهادة بتاعته فيها، عمل نشاط معين بيحط الشهادة بتاعته فيها برضو، أي حاجة عملها الطالب بتتحط داخل جوه الملف ده وبيتم الاحتفاظ بيه كنسخة ورقية، وممكن من أصحاب الأذكار ويتم الاحتفاظ بيه كنسخة إلكترونية. الطالب هل من حقه إن هو ياخد الملف ده؟ طبعا إن هو من حقه في عفوا في نهاية إن شاء الله بعد الدبلوم خلال فترة زمنية شهر 30 يوم بيحصل الطالب على الملف ده، منها إن احنا بيتم الانتهاء أو تفريغ الغرفة من الملفات، ما بتفضلش متركنة عندنا، ومنها الطالب بيبدأ ياخد إيه الملف بتاعه. كمان ممكن يحصل على عملية تظلمات لو في أي حاجة. طرق حفظ أدلة الطلاب بملفات الإنجاز، إيه بقى طرق الحفظ الملفات؟ لازم يتم الاحتفاظ بها بشكل آمن ومهم جدا، لأن يعتبر ده قلنا هو يعتبر السي في للطالب. ففي مجموعة من الشروط للحفظ ملفات الإنجاز. طيب هنحفظها بقى إزاي؟ احنا طبعا قلنا قبل كده ان المعلم بان هو من حقه ان هو يحتفظ ببعض السجلات، تمام، نسخه منها ده من حقه، انما بيتم الاحتفاظ بها قلنا زي في غرفه التقييم والتحقق بعد ما بيتم التوقيع عليها من قبل المقيمين وفقا للتاريخ المعين، وبيتم التوقيع عليها من قبل المحقق الخارجي. لا ليه ده كله؟ عشان قلنا قبل كده عشان يقدر المحقق الداخلي يبدأ ياخد عينات من التقييم ويتحقق منها داخليا، وبرضو قلنا عشان يقدر برضو المحقق الخارجي تكون متاحة ليه ويقدر يتحقق منها خارجيا. طرق حفظها دي بتتم الاحتفاظ بها بشكل فردي جنبا إلى جنب مع سجلات التقييم وقوائم المراجعة وبطاقات الملاحظة ذات الصلة. طيب وإحنا قلنا بيتم الاحتفاظ به عن طريق الهارد ديسك الكمبيوتر، ممكن يكون عن طريق فلاشة، ممكن يكون عن طريق الورقي في داخل دواليب معينة وفقا لشكل معين، المهم بيتم الاحتفاظ بها بشكل آمن وبنقدر نحافظ عليها. في حاجة مهمة جدا برضو حابين نتكلم عليها، احنا مثلا دلوقتي الطالب في أعمال التقييم حقق دليل مثلا الأداء، دليل المنتج، في حالة بقى عملية إثبات الأصالة. موضوع مهم إثبات الأصالة، يعني عاوزين نتأكد إن الولد نفسه هو اللي قام بالأداء ده. أحيانا بيتم الملاحظة ممكن تكون ملاحظة مباشرة أو ممكن ملاحظة غير مباشرة. طب إيه هي طرق أو كيفية إثبات الأصالة؟ تعالوا معانا نشوف كيفية إثبات أصالة دليل المنتج. إثبات الأصالة يجب على المعلم أو المقيم إثبات أصالة على جميع الأدلة الغير مباشرة عن طريق ثلاث طرق معينة. إيه هم؟ طرق عن طريق طرح الأسئلة، عن طريق السجلات الشخصية، عن طريق إفادة معتمدة. وده كله ليه؟ عندما لا يتاح للمعلم فرصة ملاحظة الطالب أثناء قيامه بأنشطة، يعني نفترض مثلا أن المعلم ما كانش موجود أو ما شافش الولد في قلب الورشة عمل حاجة كده، نشاط معين أو عمل تمرين معين والمعلم ما لاحظهوش، أو أحيانا جه قال له أنا العامل ده. طيب إيه اللي يثبت أن المنتج اللي عمله الطالب ده هو اللي عامله بنفسه؟ قلنا فيه عن طريق طرح الأسئلة، ممكن عن طريق أسأله، عن طريق تساؤل أسأله إزاي عمله فهو يجاوب لي، فده نوع من أنواع أو طريقة من طرق إثبات أصالة المنتج، أو عن طريق إفادة معتمدة. كنا برضو في المنظومة بنقول ممكن الولد شغال برة في ورشة أو شغال في مزرعة أو شغال في فندق أو شغال في شركة، ممكن يجيب إفادة معتمدة بأن هو خبرة، أن هو خبرة في الأداء ده أو في النشاط اللي هو عمله، فدي برضو دي كدليل على إثبات الأصالة لأدلة الأداء أو دليل المنتج. إذن يبقى على المعلم إثبات أصالة على جميع الأدلة غير مباشرة
لازم يتم إثباتها عشان إما نيجي لأعمال التحقق الداخلي وأعمال التحقق الخارجي تكون موجودة للمحققين. الطرق بقى اللي هي الإثبات الاستصهار ديت، طرح الأسئلة ده لشرح أجزاء من الدليل أو وصف عملية. يعني مثلا الكرسي اللي قدامنا ده أنت عملته إزاي، أو القماشة اللي بيجي يعمل تمرين معين أنت عملته إزاي. الأسئلة دي بتساعد المقيم أو المعلم على إظهار معرفة الطالب وفهمه وقدرته على تطبيقها، تطبيق المعرفة والفهم. أما بالنسبة للسجلات الشخصية دي، عندما يقوم الطالب بإنتاج أدلة تقييم على مدار فترة من الوقت، ده طبعا بيتم الاحتفاظ بيها، اللي هي السجلات دي تتضمن تخطيط ووضع ومراجعة الأنشطة الخاصة بيه. ممكن احنا ندعم السجل ده بمقاطع من الفيديو والصور الفوتوغرافية. يعني ممكن ان هو يثبت اللي هو المحقق الخارجي عاوز يشوف الطالب فعلا هو الآن بالكلام ده، ممكن عن طريق فيديو يكون بيتم تسجيل الطالب احنا بأثناء الشغل أو تنفيذ التمرين، بيتم تصويره عن طريق كاميرا فيديو أو كاميرا فوتوغرافية. ده ممكن اللي بيثبت كإثبات أصالة إن الولد فعلا هو اللي قام بالتمرين بنفسه. في إفادة معتمدة طبعا دي زي ما احنا كنا عليها، دي من شخص غير المعلم أو المقيم، بتؤكد أن الطالب فعلا هو اللي أجرى التقييم أو أنتج إيه منتجا معين. ودي طبعا في حالة لما يكون في اتفاق رسمي بين المدرسة وبين مؤسسة أخرى، يعني ديت اللي هي الورشة أو بقى الشركة أو أي كان الطالب قام بيها التمرين فيها. إيه الشكل بقى السجل بقى التقييم؟ احنا اتكلمنا عن الملف الإنجاز الخاص بالطالب ومكوناته، واتكلمنا عن طرق الحفظ وإثبات الأصالة الخاصة بالدليل. طيب بالنسبة لسجل التقييم، السجل التقييم ده بيتكون من إيه؟ طب إزاي احنا بيتم التسجيل التقييم فيه؟ لو جينا بصينا كده على السجل دي، شكل من السجلات التقييم اللي تم تصميمها، عبارة عن ايه؟ الجزء اللي فوق عبارة عن البيانات زي عنوان الوحدة. طبعا احنا لو هنتكلم عن برنامج فني مثلا صيانة واصلاح السيارات، او فني صيانة اجهزة التبريد والتكييف، اي برنامج، او كان كاتب حسابات تجاري، اي برنامج، السجل ده بيتم بالبداية خالص بيتم عمل البيانات الأساسية. طبعا في عنوان الوحدة، في كود خاص بالوحدة ده بنكتبه، في مقيم الوحدة بنكتب الاسم، رقم المجموعة الخاصة بالطالب، تاريخ بداية أو بدء تنفيذ الوحدة، وتاريخ الانتهاء من الوحدة. لو جينا بصينا للجدول هنلاقي فيه معلومات بقى خاصة بالطالب. الاسم عند الطالب مثلا وليكن أحمد، بشوي، أمير، دعاء. لكل الطالب ليه كود معين أو ليه رقم معين. هنيجي نشوف المخرج التعلم واحد، احنا مقسمينها ادي مخرج 2 3 4 مخرجات. اول حاجه من العمود او المخرج الاولاني فيه 3 اعمده مهمين. العمود الاول مكتوب فيه رقم الدليل، وانا هقول لحضرتك انت بتجيب رقم الدليل ده من فين. طيب النتيجه والتاريخ، لو جينا بصينا كده المخرج الاولاني احمد ده في المؤشر أو رقم الدليل مكتوب 3 على 002. لو احنا جينا بصينا فيه ورا كده هيكون فيه خاص بفهرس الأدلة بملفات الإنجاز، ده فهرس موجود عندنا. يعني في عنوان الوحدة وليكن أساسيات الدوائر الكهربية المستوى الثالث، يعني 3 سنوات. رقم الدليل 001. الشاهد بتاعه ايه؟ عبارة عن ايه ده؟ ده عبارة عن سجل المعلومات الشخصية. طيب الدليل الثاني ده وليكن بطاقة الملاحظة لمخرج التعلم واحد. في حاجة كمان عاوزين نلاحظها، لو بصينا ل 004 هتلاقي مكتوب ايه؟ بطاقة الملاحظة لمخرج التعلم واحد إعادة التقييم رقم واحد. يعني هنا البطاقة الملاحظة لمخرج التعلم هو هو، بس ده في حالة الولد الطالب بيتم عملية إعادة التقييم ليه. هنا مين اللي جمع الكلام ده؟ او دي بواسطة المحقق الداخلي وليكن
بنكتب اسم بيوقع وبيتم كاتب الايه التاريخ. لو جينا مثلا نختار مثلا 007، ده عبارة عن بطاقة فحص منتج مخرج التعلم رقم 3. نرجع تاني كده نبص، نيجي بيشوي او احمد محمود، ده يبقى اذن رقم الدليل كتبناه اللي هو 002 هيكون، ما ممكن يكون بطاقة ملاحظة، فيديو، سجل. طيب النتيجة هنا موجود علامة اكس، علامة اكس معناها ان هو لم يجتاز المخرج ده. طيب التاريخ اللي هو تم التقييم فيه تاريخ 1/9/1 او 1/9، تمام. طيب بيتم عمل اعادة تقييم ليه خلال الفرصة الثانية خلال ايه اسبوع. يعني لو جينا بصينا هنا كان 1، بعدها ب7 ايام بقى 8/9، يعني هنا لو شفنا التاريخ بعدها ب7 ايام بالظبط تم عمل لإعادة تقييم، ورقم المؤشر أو الدليل اتغير بقى 004، ممكن يكون بطاقة ملاحظة للمخرج الأول ديت تانية، أو ممكن يكون دليل تساؤل اتغير لازم نغيره، وبيتم عملية إعادة تقييم ليه. وهنا في الحالة دي هو إيه اللي حصل له؟ بيتم اجتاز كده، خلاص اجتاز. أما لو جينا بصينا لبيشوي هنلاقيه راح تم تقييمه في 1/9 ما اجتازش، وتم تقييمه بعدها بأسبوع 8/9 ما اكتسش، بعدها بقى ايه هيخش الفرصة الثالثة. الفرصة الثالثة دي من خلال برنامج علاجي بعد ايه اللي بيكون في نهاية الفصل الدراسي الأول. ديت الفرصة الثالثة ونهاية الايه البرنامج العلاجي في نهاية الفصل الدراسي الثاني، ده بيكون بعد الايه اللي هي الفرصة التانية. ده باختصار شرح لسجل تقييم الوحدات. ده بيوضح لي عبارة عن سجلات الحضور المتعلق اللي هو خاص بالسجل، برضو بيتم تصميمه، بيوضح لي حاجة مهمة جدا. ده مجموعة زي بطاقة ملاحظة كده. لو جينا بصينا الطالب ده تم اجتياز جميع الايه المخرجات عندي، مثلا سجلات الحضور والملابس بتاعته كويسه وادوات الحمايه، بس في حاجه هنا ما عملهاش كويس، يعني حقق هنا 85% و7/10. هل الولد كده ده اجتاز ولا لا؟ لو والله لو ده في النظام التقليدي العادي، النظام اللي احنا شغالين بيه، يعتبر هو 87% كويس جدا. اما في النظام الجدارات هو كده يعتبر ما اجتازش، طالما في مخرج من المخرجات لم يجتازه اذا اصبح نوت كومبتنت، يعني غير جدير. يعني لازم هنا عشان يكون جدير لازم يكون حقق نسبة الكام؟ 100%. يعني هنا تقييم الجدارة لازم يكون اما جدير او غير جدير بعد. انما النسبة يعني يكون بنسبة 100%، ما ينفعش يكون بنسبة 90% حتى، ده بالنسبة لنظام الجدارات. المادة السابعة مادة مهمة جدا، دي بتتكلم عن طرق او اعادة التقييم. يعني ايه اعادة التقييم او حالات التقييم دي؟ للولد بيكون ليه فرصة اولى وليه فرصة تانية وليه فرصة تالتة، وايه هي الرسوم اللي بتدفعها ده وهنتكلم عنها وفق لائحة التقييم والتحقق، وهي المادة رقم 7. تعالوا معانا نشوف حالات إعادة التقييم وخطواتها. طبعا كان في النظام الأول كان الطالب بيمتحن معانا في الترم الأول والترم الثاني، وليه مواد إعادة اللي هي الدور الثاني، ده ثلاث حاجات ده اسمه اللي اتكلمنا فيه اللي هو التقويم الإعادي. أما التقويم بتاعنا هنا أو التقييم اللي هنا تقييم تكويني، يعني تقييم مستمر. هنفترض لعملية ان الولد لم يجتاز مخرج او لم يجتاز وحدة من وحدات البرنامج. هنا الاختلاف بقى بين عملية التقييم وإعادة التقييم، ان الولد هل هيتم تقييمه في بند واحد او في عدة بنود. طيب البنود دي اللي هو هل مرتبطة ببعضها؟ يعني في مخرجات مثلا
لو انا بعمل مثلا زبادي، افرض وانا ما غليتش اللبن درجة حرارة معينة، ما تمش ايه ده حاجة، دي مخرج. طيب العملية اللي بعد ديت مثلا عملية بسترة او عملية اي حاجة، انا مش زراعي قوي يعني، لازم مترتب عليها، يعني لازم يتم اعادة التقييم في نفس الايه، في نفس الوقت. انما في اعمال تقييم ما تكونش مرتبطة ببعضها، ممكن اعيد التقييم بعدها ب 15 باسبوع، اللي هي الفرصة الايه الاولى. فاذا الاختلاف بين عملية اعادة التقييم والتقييم ده بيتم حسب هل هيتم اعادته في التقييم كله او في بند من البنود اللي هي خاصة بيه. في حالة دليل بقى التساؤل، ده الخاص بالجزء المعرفي، ده بيتم إعادة البنود التي لم يجتازها الطالب فقط، ولكن ليس إن هي نفس الأسئلة. يعني هنا إحنا إدينا دليل التساؤل، يبقى إحنا لازم نغير في عملية إعادة التقييم، لازم نغير الدليل بتاعنا. يعني لو إحنا كنا عاملين اختبار تحريري، يبقى لازم أغير الأسئلة في التقييم، في النمط بتاعه، بس ما بغيرش في، لازم يكون ما جي، احنا قلنا واتكلمنا قبل كده في تصميم الاختبار التحريري، لازم يكون مرتبط ومفرداته مرتبطه بمعايير الاداء. يعني في ضوء معايير الاداء احنا بنعمل اعاده للصياغه. يعني مثلا لو انا كنت جايب السؤال ممكن بصيغه اكمل، ممكن اجيبه له بصيغه صح وغلط، بحاول اغير على قد ما بقدر في صيغه الاختبار. ده بالنسبه للفرق بين التقييم وما جي اعاده التقييم. اما بالنسبه لدليل الاداء، لو كان عندي بند او من البنود اللي هي ما تزهاش الطالب، فيمكن فصلها ازاي؟ يعني ان البنود ديت المتتاليه لا تتوقف نتيجتها على مثل هذه البنود، فهنا بيتم اعاده دليل الاداء في البنود اللي هو وقع فيها بس، لو ان ذلك يوفر الكثير من الوقت والجهد والاموال. ودي مثلا ادانا مثال هنا، يعني مثلا في حاله عمل مربى او عصير او ما شابه ذلك، فهنا بالتالي لازم يعيد التقييم ككل. أما بالنسبة للدليل المنتج اللي هي بطاقة الفحص، فطبعا ده خاص بالمواصفات المنتج نفسه. يعني لو كان بيعمل مربى، هل السكر بتاعها كويس؟ هل لو بيعمل شوربة في قسم الطاهي، هل فعلا الشوربة دي الطعم بتاعها كويس؟ فدي الفكره كلها. او بيعمل مثلا مكعب معدني، هل وفق المواصفات بالنسبه للخامات والتشطيب؟ فطبعا الطالب قد يكون اختار الخامه المطابقه ونفذ الابعاد الصحيحه. يعني الولد لو مطلوب منه ان هو مثلا يعمل يشطب حاجه او حته او جزء او معدني ميكانيكي مثلا معين، هو الخامه المتوفره له هو عملها كل حاجه، بس التشطيب او الفينش بتاعها مش كويس، او مش في ضوء قائمه ما احنا مسكنا قائمه الفحص المنتج ما لقيناهاش بنفس المواصفات. فبالتالي هنا بيتم عمليه ايه بقى، اعاده ايه تقييم ليه في الجزء اللي خاص بيه اللي هو الايه التشطيب. هنا بقى الحالات الخاصه بالتقييم، لو جينا بصينا مع بعض، في حاله عدم تحقيق الطالب لأحد مخرجات التعلم، الكلام ده مهم جدا يا جماعة، الشريحة دي مهمة جدا. في حالة عدم تحقيق الطالب لأحد مخرجات التعلم الخاصة بوحدة ما، بيتم إعادة تقييمه للمرة الثانية خلال أسبوع من تاريخ تقييمه. طبعا ده كمان إحنا على علم مع الطالب، إحنا بنكون إحنا معرفينه، يعني ده بحد إيه أقصى اللي هو خلال أسبوع. لأن في احيانا وهو بينفذ التمرين فيه يعني حاجه لم او مخرج لم ما اجتازهوش او جزء بسيط في احنا مثلا من خلال بطاقه الملاحظه، فده ممكن انا اتم اعاده تقييمه في نفس اللحظه. انما لو كمخرج ككل في حاله عدم ان قدرته على اللي هو اجتيازه، بيتم اعاده التقييم خلال اسبوع من تاريخ التقييم الاصلي. طيب الحاله الثانيه بقى، في حالة عدم اجتيازه للتقييم في المرة الثانية، يتم إعادة تقييمه للمرة الثالثة بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول. تمام؟ يعني هو دلوقتي راح المرة الثانية وما اجتازهاش، قلنا في نهاية الفصل الدراسي الأول ده بيتم إعادة تقييم تلو من خلال برنامج علاجي لمدة أسبوعين على الأقل. هنا
يبقى المرة الأولى دي كمان دي بتكون فري مجاني، المرة التانية بعدها بأسبوع. طيب الفرصة التانية راحت ما اكتسبش، يبقى إذن ليه فرصة ثالثة في نهاية الفصل الدراسي الأول، ديت بتكون برسوم، وإحنا الوزارة حددتها إلى الآن اللي هي عبارة عن 150 جنيه لكل واحدة. طيب هنفترض الولد ما اكتسبش برضه في الفرصة الثالثة، هيكون لي في نهاية الفصل الدراسي الأول لبرنامج علاجي، وفي ليه دور تاني بحيث ان هو ممكن في الدور التاني اللي هو ده ان هو يقدر يخش، بس ده هيكون ليه برنامج علاجي بدون رسوم. الدور التاني زي النظام بالظبط اللي هو في النظام القديم بتاعنا او اللي هو النظام العادي، النظام الملاحق بتكون في الدور الايه التاني، ديت من حق الطالب ان هو يخشها، دي بتكون بدون رسوم. اما بالنسبه للفرصه الثالثه في نهايه الفصل الدراسي الاول او الفصل الدراسي الثاني، دي بتكون برسوم 150 جنيه عن كل واحده. وحدتين بيتم عمل ليه برنامج علاجي، اكثر من وحدتين بيتم عمل ده بيعتبر راسب. طيب هنفترض ان هو في الدور الثاني خد الوحدتين وبرضه رسب فيهم او لم يكتسهم، ده بيعيد السنه على الوحدتين. ده بالنسبة لطرق إعادة الإيه أو حالات إعادة التقييم. هنا في البند الثالث بيتم إعادة تقييم معايير الأداء التي لا يوجد دليل كافي يقدمه الطالب. هنا مثلا لو المحقق الداخلي المحقق الخارجي مثلا ما لقاش دليل كافي للجدارة او المهارة او المخرج دوت اللي هو اللي اجتازه الولد، ممكن بيتم عمل ليه اعادة ايه؟ اعادة تقييم. يجب الاحتفاظ بأدلة الطلاب المتعلقة بكل فرصة تقييم بالإضافة إلى السجلات المرتبطة، وذلك لأغراض التحقق طوال فترة البرنامج، ودي احنا اتكلمنا عليها قبل كده. في بقى كمان مادة مهمة جدا هي المادة العاشرة اللي هي في لائحة التقييم والتحقق اللي خاصة بالالتماسات. يعني ايه التماسات؟ يعني هنا من حق الطالب اللي هو شايف نفسه ان هو كان فعلا جدير في المخرج، بس هو شايف ان المعلم مثلا تم تقييمه على عن طريق اهواء شخصية ولا حاجة، فمن حق الطالب ان هو يقدم التماس. طيب الالتماس كده هيقدمه؟ لا، ده في مجموعة من الشروط والإجراءات اللي هي هيمشي بها الطالب لتقديم التماسات. فاحنا بصراحة في لائحة التقييم والتحقق عملنا مادة اللي هي المادة العاشرة قدامنا اللي هنتكلم فيها عن تقديم الالتماسات. تعالوا معانا نبص للطالب الحق في التظلم على نتيجة تقييمه لكل مخرج تعلم. دي المادة العاشرة. ايه هي بقى الخطوات التي يتبعها الطالب لتقديم الالتماسات ضد قرارات التقييم؟ اولا لازم المدرسة تلتزم بتنفيذ لائحة التقييم والتحقق المعتمدة من وزارة التربية والتعليم بشأن تقديم الالتماسات ضد قرارات التقييم. ودي زي ما احنا قلنا ان الولد من حقه ان هو يقدم التماس او تظلم ضد قرار تقييم، يقول انا كنت انا حال كويس بس انا ما ليه انا اكون غير مجتاز في الكلام ده، فهو من حقه ان هو يقدم التماس. فلازم تلتزم المدارس بتنفيذ اللائحه دي. ثانيا تلتزم المدارس بالتاكد من ان لديها اجراءات تمكن الطلاب من الالتماس ضد الاحكام الداخليه لادلتهم وقرارات التقييم التي يتخذها المقيمين او المقيمون. يبقى هنا المدرسة لازم تلتزم بالتأكيد أو بالتأكد من أن لديها إجراءات تمكن الطالب من تقديم التماسات. يجب توثيق إجراءات الالتماس وإبلاغ جميع العاملين والطلاب بها. هنا لازم عملية توثيق. والإجراءات إيه هي اللي هيهتم بيها؟ يعني هنا بداية من الطالب هيقدمه لإدارة المدرسة، لا هيقدمه للجنة التقييم والتحقق، بيبص عليه أول حاجة المحقق الداخلي، بعد المحقق الداخلي بيجي يبص عليه المحقق الخارجي، وهو اللي بيقول اللي بدي ايه القرار بتاعه في الالتماس ده عن طريق عرضه على لجنة التقييم والتحقق الموجودة بالوزارة،
وتبت فيه وتبعت ان هي كده مع توصية المحقق الخارجي. رابعا، يجب الاحتفاظ بسجلات جميع الالتماسات وتخزينها بشكل آمن. دي طبعا مهمة جدا ان احنا عاملين ليها سجل خاص في لجنة التقييم والتحقق اسمه سجل الالتماسات، ودي طبعا بيتم تخزينها مع أدلة الطلاب المرتبطة بها واتاحتها زي ما احنا قلنا للمحقق الخارجي، لان المحقق الخارجي اثناء الزيارة بيطلب برضو انه هل في التماسات للطلبة، لازم يبص فيها ويشوفها ولازم بيقدم توصية عليها، وممكن لو الطالب ليه حق ان هو فعلا كده ان هو فعلا هو اجتاز المخرج ده، يبقى من حقه ان هو ايه يقول يقدم توصية بان فعلا تقييمه سليم، وتكون ان هو فعلا من حقه ان هو يكون اجتاز المخرج ده. في حاجة مهمة جدا، المادة 12 اللي هي تقييم الجدارات الأساسية وإعداد النتائج. طبعا الشهادة الخاصة بالجدارات اللي هي لإما يكون جدير أو غير جدير، في جدارات اللي هي الفنية بتاعتنا، وفي الجدارات الأساسية بقى اللي هي المواد الثقافية زي اللغة العربية، اللغة الإنجليزية مثلا، التربية الدينية، الرياضيات. دي جدارات لسه ديت الطالب إلى الآن هي عبارة عن مواد بيمتحنها وليها درجة. أما بالنسبة للجدارات الفنية ديت عبارة عن لإما يكون جدير لإما يكون غير جدير. طيب إزاي هينفذ المقيم اللي هي الحاجة الخاصة بإعداد النتائج وتقييم الجدارات الأساسية؟ أول حاجة يا جماعة، يؤدي الطالب امتحان تحريري في الجدارات الأساسية في نهاية كل فصل دراسي. يعني اللي هو النظام اللي احنا ماشيين بيه عادي ان هو في نهاية الترم الأول في مواد بيتم عمل ليها اختبارات أو تقييم، ويكون للجدارات الأساسية دي درجة عظمى ودرجة صغرى. الدرجة العظمى ليها يعني مجموعها كلها من 150 درجة، والنهاية الصغرى من 75 درجة، وتقسم طبعا لكل ايه برنامج. الكلام ده أو الجدارات الأساسية دي بتدرج بكشوف النتائج في نهاية كل صف، في شيت كده بيتم تصميمه عن طريق لجنة التقييم والتحقق اللي في المدرسة، ده بيتحط فيها اللي هي الدرجات بتاعت الولد. أما الجزء الخاص بالجدارات الفنية لكل صف ده بيكون مكتوب فيه جدير أو غير جدير. المادة يا جماعة بتاعتنا الولد، يعني احنا بنعتبر ان اللغة العربية دي وحدة، الرياضة وحدة، الانجليزي وحدة، المواد اللي هي بيتم اضافتها للمجموع دي بنعتبرها ايه وحدات. يعني الطالب لو شايل او مثلا عربي ومعاه وحدة خاصة بأساسيات الدوائر الكهربية كده يعتبر وحدتين، لو شايل حاجة خاصة واحدة كمان يبقى يعتبر هنا راسب. يبقى احنا بنعتبر ان الوحدة المادة دي وحدة في حد ذاتها. يبقى الكلام هنا الشيت عبارة عن الجزء الخاص بالجدارات الأساسية ده بيتحط فيه درجات، الجزء الخاص اللي هو الجدارات الفنية دي بتكتب قدامه لإما جدير أو غير جدير، ده الشيت اللي هو الكنترول، وبتعتمد النتيجة بهذا الشكل. يؤدي الطالب امتحان تحريري في الجدارات الأساسية في نهاية الفصل الدراسي الثاني بالصف الثالث طبعا، وبرضه درجاته من 150 درجة بنهاية صغرى 75 درجة، وبتقسم لكل برنامج. طبعا احنا قلنا الكلام ده، بتدرج الجدارات الأساسية بكشوف النتائج في نهاية الصف الثالث مدونة بها النهاية الصغرى، ده في الدبلوم والدرجات اللي حصل عليها الطالب. وبرضه هنيجي نقول لأن أحب برضه أطمن طلابنا الجمال إن هما، لان في ناس متخوفه ان بيقول احنا مش هنقدر نكمل في نظام الجدارات لان ده بيدينا شهاده. لا يا جماعه، احنا في شهاده تحصل عليها، شهاده خاصه بالجدارات من جدير او غير جدير، وشهاده خاصه بالدرجات عشان تقدر تنسق فيها، والناس اللي حابه تكمل تقدر تلتحق بالتنسيق وتكمل ايه الكليات والدراسات الايه العليا. فده بالنسبة للنتائج. الكلام ده كله في خامسا، وفق الشروط والأحكام والقوانين الواردة بقانون التعليم رقم 139 لسنة 81، يعني
احنا ماشيين وفق الايه، وفق القانون الخاصة بقواعد النجاح والرسوب. نيجي بقى المادة 13 اللي هي خاصة بالشهادات اللي انا اتكلمت عليها. ايه الشهادات اللي هيحصل عليها الطالب لو الطالب تم اجتيازه في سنة تالتة للوحدات البرامج كلها؟ بيحصل على شهادة ان بالوحدات كلها ان هو تم اجتيازها، او الوحدات اللي اخفق فيها، وطبعا كله موجود، حتى الوحدة اللي تم اعادة تقييم فيها موجودة ان هو تم اعادة تقييمها بتاريخ كذا. يعني اللي هنا بقى التفرقة بين الطالب اللي هو الجدير من اول مرة والطالب الغير جدير، طبعا اللي هو خد فرصة اولى وفرصة تانية، ما هو لازم بيتم عملية ايه، تمييزه. لان بعد كده اما في اعمال التقييم النهائي بيتم تفرقة وعمل زي فروق بين طالب وطالب في تقييم الملف. في طالب اجتاز من اول مرة طبعا مش هيكون زي الطالب اللي اجتاز من المرة التانية، طبعا مش هيكون زي الطالب اللي اجتاز من المرة التالتة. دي ليه درجة؟ لان ملف الانجاز ده هيكون ليه مجموعة من الدرجات وهنتكلم عنها في اعمال التقييم النهائي. ده اللي بيميز الولد او الطالب عن الطالب التاني. فاذا هنتكلم، هنبص مع بعضينا على الشهادات اللي هيحصل عليها الطالب في منظومة الجدارات المهنية. تعالوا معانا نشوف المادة 12 من الشهادات. أولا سيتم منح شهادة الدبلوم للطلاب الذين أتموا بنجاح جميع الوحدات المكونة للجدارة في البرنامج واجتازوا التقييم النهائي للبرنامج. يعني إذن هنا هيكون في تقييم نهائي للبرنامج، ده لكل الطلبة اللي اجتازوا طبعا هياخد شهادة اللي أنا اتكلمت عليها، الشهادة الخاصة بالجدارات. ثانيا سيتم إصدار شهادة جدارات للطلاب تشمل جميع الجدارات التي اجتازوها بالبرنامج الدراسي. يعني هنا فوق هياخد شهادة خاصة بالدرجة، يعني ديت اللي هي اللي عاوز يلتحق بيها بقى ويكمل يخش التنسيق، دي شهادة خاصة بالدرجات. وبأكد عليها يا جماعة وبطمن الطلبة كلهم، الناس المتخوفة من منظومة الجدارات هتحصل على شهادة، ده وفق اللائحة اللي قدامنا دلوقتي والمادة 12 اللي خاصة بالشهادة، هتحصل على شهادة، حط تحتها كده خط عريض، هتحصل على شهادة بالدرجات. الشهادة ديت فيها اللي هي بالتقييم النهائي لملف الإنجاز ليه درجة، لملف الجدارات الأساسية لها درجة، والجدارات الفنية لها درجة، في النهائي خالص لها مجموع وهنقول عليها هي من أعتقد يعني وهنيجي لها المادة دي هي من 650 درجة، لأن الدرجات دي مهمة جدا إنك تقدر تقدم في التنسيق وتكمل الكلية بتاعتك، بالإضافة إلى شهادة تانية من خاصة باجتيازك لوحدات الجدارات، والشهادة مثلا لو في حالة إخفاق للجدارات بتاعتك بتقولك إن تم إخفاق في وحدات كذا ووحدات كذا ووحدات كذا. فدي الشهادات اللي هتحصل عليها. الطلاب الذين بقى لم يجتازوا جميع الوحدات بنجاح في برنامج ما، دول هيحصلون على إفادة رسمية توضح فقط جميع وحدات الجدارات التي تم إنجازها. في حاجة كمان ثالثا، لا تعلن نتائج الشهادات إلا بعد الانتهاء من أعمال التحقق الخارجي وتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير التحقق الخارجي. يعني هنا يا جماعة حاجة مهمة برضو حابين احنا ننوه عنها، اللي هي ايه بقى، ان مفيش اي برضو، يعني برضو في عندنا في المدارس يقولك احنا دكتور سيد احنا عاوزين هل هيتم اعلان النتيجة امتى؟ طب نعلنها ولا لا؟ ما فيش نتيجة بيتم الإعلان عنها إلا بعد الانتهاء من زيارة المحقق الخارجي. وطبعا احنا لما نيجي نعد زيارات التحقق الخارجي بيتم إعدادها في نهاية الفصل الدراسي الأول لزيارة، وفي نهاية الفصل الدراسي الثاني لزيارة، وعلى حسب على فكرة البرنامج. لو في شك أو في مشكلة عندي، المحقق الخارجي من خلال زيارته للمدارس شاكك ان في مشاكل او في تلاعب او في اعمال التقييم وقرارات التقييم،
ممكن الزيارة نزودها، بدل ما تكون زيارتين ممكن ثلاثة، ممكن نبعت محقق خارجي آخر على حسب البرنامج. أما بالنسبة للبرنامج بقى شغال معانا كويس وماشي وقرارات تقييم كويسة، عدد الزيارات دي بتقل، فدي بتتوقف على قرارات التقييم الخاصة بالمقيمين والمحقق الخارجي. ده بالنسبة لنتائج الشهادات، ما بيتمش إعلانها خالص إلا بعد نهاية بعد زيارة المحقق الداخلي. احنا ان شاء الله احنا كده بالنسبة لنا احنا خلصنا الجزء الخاص بالتقييم. معانا ان شاء الله يعني اللي هي التحقق الداخلي بعد اجراءات اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هو التقييم بقى وتصميم الادوات و الخاصة بأعمال التقييم، اللي هو دليل التساؤل، دليل المنتج، دليل الأداء، الكلام ده كله، قرارات التقييم، معايير الأداء، ده بنيجي لخطوة مهمة اللي هي بقى إيه، أعمال التحقق الداخلي اللي احنا بنسميها اللي هو الإيه، الانترنال فيريفيكيشن. وده بيكون عنه أو المسؤول عنه اللي هو الانترنال فيريفاير او المحقق الداخلي. شروطه بقى بنختاره ازاي، مين هو، بيتم تدريبه ازاي، بيتم اعداده، ده كله هنتكلم عنه في حلقة كاملة وهي خاصة بالمحقق الداخلي. في استمارات اللي هو بيستخدمها، بيستخدمها ازاي، الحاجات دي كلها لازم ليه حلقة معينة، وان شاء الله في الحلقات الجاية هنتكلم عنها اللي هي التحقق الداخلي. أنا في نهاية الحلقة أنا بشكركم، وأتمنى إن شاء الله إن احنا أو إن أنا بإذن الله قدرت أوصل ليكم ولو جزء بسيط من المعرفة عن منظومة الجدارات المهنية. هي منظومة كويسة، وإن شاء الله بيكم هيتم تطوير التعليم الفني وهنقدر نوصل لتعليم فني أفضل بإذن الله. طبعا ده بفضل الله وفضل جهدكم وفضل الزملاء المحترمين اللي بيشتغلوا معانا في المنظومة، اللي سواء من كتابة وحدات، مدربين على الحقائب التدريبية، معد حقائب تدريبية، محققين داخليين، محققين خارجيين، كل قياداتنا المحترمين. أنا في النهاية أنا بشكركم، وإن شاء الله وأنا معاكم في حلقات جاية في التحقق الداخلي والتحقق الخارجي. أنا سعيد إن أنا كنت معاكم النهاردة، وفي نهاية الحلقة أنا بقول لكم إن شاء الله بيكم هنتقدم بإذن الله في النهاية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.